عندنا اليتامى وما عندناش تما ناكل، وكندق البره ديال الخزان كنشدها من ذاك هالماء، ما كنصومش ومريضه وما عطاوناش المعاونه المقدم، ما بغاش عطاه ولدي الورقه شدها ما عطانا المعاونه. هذيك المره اللي فوق مني مزوجه خات جوج خطرات وانا لا، ايوا المقدم اللي عطيتيه اللي عطيتيه الفلوس راه يماركيك، ما عطيتيش ما يعطيكش. حيزه فيا والله بنيتي، الله اللي عالم عليا، انت انا لابسه صنيده اللي تلميك، الله عالم عليا. وراه هادي شي ربع ايام وحنا نتجاراو، مشينا عند الباشا ردنا، جينا عند القايده قالت لك راه صافي ما بقاش، ايوا جينا بركنا. غادي نقول لك هنايا حنايا بغينا نتقيدوا، قالوا لنا غادي نحيدوا لكم الخلصه الاخره ديال الراميد، اللي خدا المعاونه من هاد الاخرين ما يتخلصش في الراميد. هادشي اللي قالوا لينا، جينا البارح بغينا نتقيدوا، هادشي اللي تيقولوا لنا حنا مخلصين في الراميد الشهر الاول تخلصنا، قال لك الخلصه ديال الشهر الثاني غنديروا البحث اللي خدا المعاونه نحيدوا هادي. الاولين اللي خداو عندهم الراميد وخداو، خداو ثلاثه المرات. كاينين الوجهيات معاطي للناس لا سلطه لهم، عيالات كيفرقوا على صحاباتهم وعلى الاقارب، وحنايا خلونا أرملة، وعندي مريض وعندي درية يتيمة ولالا ما خدت حاجة، أرملة وعطاوها الناس قدامي عندهم رجالتهم وعندهم مندات، وحنا اللي كنستحقوها ما خدناش. نسيطرو دزيت مني سيطرو، قالت لي انتي كتخلصي من الراميد على بنتك، بنتي عندي خطأ في الراميد زايدة في 2005 ودايرين لها 95، وعاودت الحالة المدنية عندي خطأ فيها على عمري، هادشي علاش تعطلت. قالت وقالت لي سيري جيبي الوفاة، ملي جيت قالت لي ما كاين والو، ما عندهم حتى علاقة أستاذة، ما عندهم حتى علاقة. يطلعوا لها الهيمة القاوي، يطلعوا لها الهنا القاوي. عاش الملك هذي عطى لنا سيدنا، لا التضامن ولا هدي، عاش سيدنا. ما تكونش الوجهيات، يخليوا المرضى ويخليوا المرضى ويخليوا الأرملات ويعطوها للمزوجين ويعطوها في الوجهيات. وين صابو هي الورقة؟ هي الورقة ديال الخروج، وين الخروج يقول لنا فينا هي الورقة؟ هي اللي طبع لينا. اللي كيستحقوا كاع ما كيشدوها، اللي ما عندهمش هما في حالهم شادين ديورهم وباركين، ودوك القرايديات اللي بانين الروسهم عندهم الدار على ربعة، عندهم المواكز، عندهم ولادهم خدامين شادينهم، حنا اللي كارين وعندنا وليداتنا وعندنا مرض، ها هي أنا فيا السرطان، ها الدوسي ديال السرطان. وما كيعطيوناش، ملي كنجيو نقولوا لنا سيروا للبشوية، ملي نجيو للبشوية يقول ما كاين حتى حاجة. علاش؟ الله ينصر سيدنا، هادشي عاطي لنا سيدنا، الله يخلي لنا سيدنا. الباشا خرجوا لنا المخازنيه من البشويه، والبشويه كيدفعوا فينا باغين يصوتونا، علاش؟ احنا مسلمين، الله يعز سيدنا. عطاو القرايديات، سيفط القرايديات هما اللي كيقيدوا، علاش ما يقيدوش المسؤولين؟ وما يدقوش على الديور اللي كيعرفوا الناس اللي ما عندهمش، ويعرفوا الناس اللي مراض. الله يخليك، انا كنت خدام في الانعاش 5 سنين مع ذاك الباشا اللي كان هنا الاول، ومني مشى ذاك الباشا جا باشا اخر وجا مخزن اخر، حيدها لي المقدم، ما عرفت علاش حيدها لي المقدم، وهو كيعرفني وكيعرف الدار ديالي وكيعيط عليا، مشيت والد سيدنا نصلي معاه في الجامع وكيعيط، وخدام في الانعاش وكيعطيني المعاونه، علاش حيدوها لي؟ انا كان المخزن 5 سنين وهما يعطيني المعاونه، المقدم علاش حيدها لي؟ وليت تاجر درك، ديك الساعة ملي كنت خدام كنت فقير، ودابا زعما مشيت وليت تاجر. ديمش وكنت من الظروف اللي عايشين فيها، وقعت على الوجهيات، علاش؟ علاش غادي نقطع الوجهيات؟ حنا ما عندناش وما فعلناش، وجاتنا هاد الأزمة وكل شيء، كل اللي كيعطيو لنا بعد ما كتعطي الفلوس، بعد ما كيعطيو المعاونة، هي كخصي كيخدموا من العيالات، كيخدموا خصي من العيالات، علاش؟ كل شيء. سير عند الباشا، كنطلعوا عند الباشا كيقول لك هبط عند المقدم، المقدم كيقول لك دابا نجي عندك، وحنا ما فحالناش، كنا خدامين بدراعنا ما لقينا ما ناكلو، اش غنديروا؟ نموتوا؟ حرام عليهم، حرام عليهم، حرام عليهم.
ثلاثه المرات اربعه المرات عطاو للناس اللي معرفه والناس اللي مساكن متضرين حق بالحقيقه خصهم يجيو يطلعوا عليهم ويعرفوهم. احنا ضد كنسمعوك خدا مره خدا جوج خدا ثلاثه، حرام عليهم، حرام من جهه الله حرام. واش كاين شي مسؤول؟ واش كاين شي حد اللي غيشوف من حالنا؟ وكاين الله سبحانه وتعالى.